نشرة الحصاد من قناة الجزائر الدولية، مرحبا بكم. وفي العناوين: بعد تأكيد تحقيقات الرواية الحوثية، التحالف العربي يشن عمليات نوعية ضد معاقل جماعة أنصار الله. شخصيات تونسية جديدة أمام القضاء، والسلطات تمدد حالة الطوارئ في البلاد. الناتو يدعو روسيا لمحادثات جديدة ومساع ألمانية لتهدئة التوتر حيال الأزمة الأوكرانية. أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات، وهجوم الحوثيين على أبوظبي يعمق المخاوف من شح الإمدادات. وفي نشرتنا: العراق يستعيد قطعا أثرية نادرة تعود إلى 4000 عام. إلى التفاصيل. بعد إعلان الحوثيين في اليمن تنفيذهم عملية عسكرية وصفوها بالنوعية في العمق الإماراتي استهدفت منشآت حيوية في أبوظبي، أعلن التحالف العربي الثلاثاء عن عمليات ضد معاقل ومعسكرات الحوثيين في العاصمة صنعاء، بينما أكدت نتائج التحقيق الإماراتي الأولية الرواية الحوثية حول طبيعة الهجوم. العاصمة اليمنية صنعاء تحت ضربات جوية وغارات استهدفت معاقل ومعسكرات للحوثيين، يؤكد التحالف العربي ساعات قليلة بعيد إعلانه عزمه تنفيذ عملية ردع شاملة كما وصفها. كشف التحالف عن تسجيل 17 استهدافا في مأرب خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما أسقطت الغارات 80 شخصا، بينما كانت وسائل إعلام للحوثيين قد تحدثت عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 10 آخرين. استهدافات التحالف شملت تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة بجبل النبي شعيب في صنعاء، إضافة إلى تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية كانت قد استخدمت الاثنين. وفي الوقت الذي طالب فيه التحالف المدنيين في صنعاء بالابتعاد عن معسكرات الحوثيين حرصاً على سلامتهم، شدد على أن الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد ولتحييد مصادره. أما وسائل إعلام حوثية فقد تحدثت عن استهداف مبنى قيد الإنجاز لمجلس النواب وأيضاً مقر الكلية الحربية. النتائج الأولية للتحقيق الإماراتي بشأن الهجوم على منطقة مصفحة الصناعية بأبوظبي خلصت بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين مطلعين إلى الرواية نفسها التي أعلنت عنها جماعة الحوثي، أي تأكيدها تنفيذ الهجوم بأسلحة متنوعة ومتطورة، ما يظهر تقدماً كبيراً في قدراتهم العسكرية، يضيف المصدر، خاصة وأنهم استخدموا صواريخ باليستية ومسيرات وصواريخ كروز. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت هشام جابر، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحباً بكم سيدي. مرحباً بكم. هل اتضحت حتى الآن نوعية الأسلحة التي استخدمتها جماعة الحوثي في هجماتها على العاصمة الإماراتية؟ نعم، هي اتضحت منذ الساعة الأولى للهجوم. هي عدت بضعة صواريخ باليستية وبعض صواريخ كروز، وأيضا استعملوا الطائرات المسيرة. وعلى رأيي هذا الهجوم كان منتظرا، يعني لم يكن مفاجئا، إذ أن الحوثيون يقولون أنهم حذروا
دولة الإمارات أكثر من مرة على أنها تتابع ضمن التحالف العربي وهي فعال بقصف العاصمة صنعاء وأماكن عديدة باليمن. ثم أن الإمارات كما نعلم يعني هي تتقدم على الأرض اليمنية وخاصة في حضرموت وفي شوة، فهذا الإنذار يقول الحوثيون أرسلناه إلى الإماراتيين. نعم. نحن حيدنا، يقول الحوثيون ونعلم أيضا ذلك، حيدوا الإمارات من أي هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ منذ 3 سنوات، وكانوا يستهدفون المملكة العربية السعودية فقط. سيادة العميد، هل تخفي ترسانة أو ترسانة العسكرية للحوثيين سيناريوهات أخرى ممكن أن تحدث؟ لا، ما في سيناريوهات أخرى، هناك الترسانة معروفة، لأن يعني كل الحوثيون يعني بضعت آلاف من الصواريخ ويملكوا مئات الطائرات المسيرة، وهذا ظهر منذ 3 سنوات حتى الآن وهو في تطور مستمر. بس الموضوع الأساسي هنا يا عزيزي هم يعني السعودية، المملكة العربية السعودية وطائرات التحالف التي ردت بالأمس بقصف مركز على مطار صنعاء. يعني خلال 7 سنوات تم قصف مطار صنعاء، قصف الأرض اليمنية ب150,000 غارة، فهذا ليس شيئا جديدا. الجديد في الموضوع هو قصف الإمارات. الإمارات تختلف عن المملكة العربية السعودية. أطلق الحوثيون خلال 2 سنوات تقريبا أكثر من 150 صاروخ على المملكة العربية السعودية، طالب جدة، طالب الرياض، طالب قواعد عسكرية، فلم يكن لها تأثير دراماتيكي على المملكة. نعم. إلا يمكن أرامكو بالطائرات المسيرة. أما الإمارات يا عزيزي التي استثنيت من القصف الحوثي، يعلم الجميع وضعها يختلف. أبو ظبي هي عاصمة، إذا ضرب المطار مشكلة. عندك دبي هي مركز عالمي للتجارة. فأنا تصور عشرات صواريخ على دبي أو على مطار دبي، ما لا يحصل من مستثمرين للشركات الأجار يرحلون، يعني عليها أثر تدمير على الاقتصاد الإماراتي بخلاف السعودية. نعم سيادة العميد، لا نتحدث عن بنك الأهداف تحديدا، لكن ما تصفه بالتطور في الترسانة الحوثية، من يقف وراء هذا التطور في نظركم سيدي؟ حتما حلفاء، يعني لا يجب الاستهانة بالعقل اليمني. يعني اليمنيون أذكياء، يعني الكلام منذ سنوات أن هذه الطائرات المسيرة والصواريخ هربت إلى اليمن من إيران ومن حلفاء ومن كوريا الشمالية وغيرها. نعم، ربما التكنولوجيا تم تهريبها، أما هذه الصواريخ أنا أؤكد كعسكري يعني تم تجميعها وتصنيعها ومع الطائرات المسيرة في اليمن بأيد يمنية وبعقول يمنية. فهذه التكنولوجيا نعم يلحقون، استوردوا، وكل الخبراء يقولون استوردوا من الصين، استوردوا من كوريا الشمالية. نعم. ربما، وإيران لم تنكر يوما دعمها للحوثيين. فهذا الخطأ يعني اللي أنا أتكلم بكل موضوعية، الحوثيون يملكون اليوم. نعم سيادة العميد، كسؤال فقط لنا سؤال أخير، هل تعتبر هذه الهجمات نقلة نوعية في عمليات أنصار الله؟ وما التحديد أو التهديد الذي قد تحمله تمثله على أمن منطقة الخليج؟ لا، أنا برأيي الخرق نعم حدث مهم جدا فيما يتعلق بدولة الإمارات فقط، وإنما الحرب مفتوحة كانت ولم تزل بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية. وصلوا إلى عمق السعودية بالصواريخ
والحد الجنوبي شكلوا أيضا خطرا كبير في الحد الجنوبي السعودي، وتسللوا إليه وقامت معارك كبيرة لحظر الإصابات وسلبوا أسلحة. أنا لا أرى حدثا في هذا الذي حصل اختراقا إلا فيما يتعلق بإمكانية قصف دولة الإمارات وتحديدا أبوظبي ودبي، كما حدد الحوثيون أمس بأن عملياتهم ستستمر وستكون أقوى. طيب، شكرا جزيلا لك سيد هشام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا لك مرة ثانية. قرر رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان تشكيل لجنة للتقصي حول أحداث مظاهرات 17 يناير بعد سقوط 7 قتلى وعشرات الجرحى، في وقت دان الاتحاد الأوروبي الاستخدام المفرط للقوة المميتة من قوات الأمن السودانية داعيا إياها للتحلي بضبط النفس. بعد ليلة حبلى بالتطورات الميدانية في السودان وسقوط قتلى وسط المتظاهرين، أعلنت قوى الحرية والتغيير وتنسيقية لجان المقاومة وعدة كيانات سودانية اللجوء إلى عصيان مدني يستمر يومين، ناهيك عن إعلان 3 تمثيليات طبية انسحابها الكامل من مستشفيات الشرطة والجيش والإضراب بعموم البلاد مدة 3 أيام. من جانبها دانت الأمم المتحدة استخدام الأمن السوداني القوة المميتة ضد المتظاهرين، مشددة على ضرورة أن يتمتع كل الأشخاص بالحق في التظاهر السلمي. إدانة سارع عقبها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى تشكيل لجنة للتقصي حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرة 17 جانفي. في المقابل أكدت الشرطة السودانية أنها تعاملت بأقل قدر من القوة القانونية ونفت استخدام الذخيرة الحية، في حين اتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية والتسبب في مقتل ضابط وإصابة 10 من أفراد الأمن. نفي تزامن مع إبداء الاتحاد الأوروبي استياءه من عدم أخذ طلبه المتكرر بالامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين على محمل الجد. تطورات تتزامن مع مساع أممية لتقريب وجهات النظر السودانية من خلال إطلاق مبادرة حوار شامل، بالإضافة إلى جهود إفريقية لإيجاد حل للأزمة، تزامن قد يرهن مستقبل كل محاولة ويهوي بالبلاد إلى خندق لا مخرج منها. طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لجنة خارطة الطريق المشكلة من المجلس بتحديد موعد حتمي للانتخابات في مدى زمني أقصاه نهاية الشهر الحالي. ودعا عقيلة في الجلسة التي ترأسها الثلاثاء بحضور النائب الأول فوز النويري ورئيس المفوضية الانتخابية عماد السائح، دعا لجنة خارطة الطريق إلى تحديد الموعد النهائي بالتعاون مع مفوضية الانتخابات ومكتب النائب العام ومصلحة الأحوال المدنية. من جانب آخر، أصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي بيانا أكدت فيه أن صياغة الدستور اختصاص لها دون غيرها، وأضاف البيان أن الرئيس أو رئيس مجلس النواب لا يملك صلاحية المساس بمشروع الدستور بالتعديل أو الإلغاء. استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني وفدا وزاريا ماليا ضمن مساعي الحكومة المالية للحد من تداعيات العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أكواس على باماكو. وكانت الحكومة المالية قد أعلنت قبل أيام أنها ستجري مناقشات مع الدول الصديقة بما في ذلك غينيا وموريتانيا من أجل تسهيل الوصول إلى موانئها لتزويد السوق المالي بالمواد الغذائية الأساسية. وكان الوفد الوزاري المالي قد حل في زيارة سابقة إلى العاصمة الغينية كوناكري للتخفيف من وطأة العقوبات التي فرضتها مجموعة أكواس. أصدرت محكمة تونسية قرارا بإحالة 5 شخصيات سياسية على القضاء، في وقت طالبت نقابة الصحفيين التونسيين الرئيس قيس سعيد بالاعتذار عن تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين الذي وصفته بالوحشي.
رحى الأزمة السياسية في تونس تواصل الدوران، وعلى خلفية مخالفات انتخابية محكمة تونسية تحيل 5 شخصيات سياسية على القضاء، يتقدمهم عبد الفتاح مورو نائب رئيس البرلماني السابق، عمر منصور والي العاصمة السابق، سيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة، عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، ومحمد عبو أمين عام حزب التيار الديمقراطي سابقاً. المتابعون وفقا للناطق باسم محكمة الاستئناف الحبيب ترخاني وجهت لهم تهمة جريمة الانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بناء على التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات في خصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. المحكمة العسكرية في المقابل أطلقت سراح البرلمانيين المحسوبين على المعارضة سيف الدين مخلوف ونضال السعودي المتهمين بالاعتداء على رجال شرطة في مطار قرطاج الدولي. من جانب آخر يتواصل الجدل في تونس بشأن التعامل الأمني مع المحتجين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث احتجت نقابة الصحفيين التونسيين الثلاثاء على ما وصفته بالاعتداء الوحشي على المتظاهرين والصحفيين على حد سواء، معتبرة ما حدث بأنه يدخل ضمن التضييق على الحريات. شرات الانتهاكات، ثم أكثر من 30 شخص، أكثر من 50 شخص تم إيقافهم على خلفية المظاهرات، وتم الاعتداء أيضا على عديد الصحفيين، يعني من مؤسسات عالمية تونسية وأجنبية، وثم شكون منعوا من العمل، ثم شكون تم إيقافه وجمعته وأخذوا إلى مركز إيقاف قبل إطلاق سراحه. وتشهد تونس منذ 25 جويلية الماضي أزمة سياسية جراء إجراءات استثنائية للرئيس سعيد، أعقبها تشكيل حكومة كفاءات غير حسبية بشرت عملها دون التصويت على الثقة لحكومتها في البرلمان المجمدة أعماله. استقبل وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من قبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسلم العمامرة رسالة خطية من الرئيس الجزائري لأمير دولة قطر، وتناول اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وفرص تنمية التعاون الثنائي لا سيما الاقتصادي، فضلا عن التنسيق والعمل المشترك في ظل التحضير للقمة العربية المرتقبة بالجزائر. في أزمة روسيا مع الغرب تتواصل المساعي الدبلوماسية لخفض التوتر، فبعد الاتصال الهاتفي بين بلينكين ولافروف أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية عن بدء مناقشة خطة مشتركة للحوار بين موسكو والناتو. بينما كانت موسكو تنتظر ردا خطيا من الولايات المتحدة وحلف شمالي الأطلسي حول الضمانات الأمنية المقترحة بشأن الأزمة الأوكرانية، قطع ذلك الانتظار اتصال هاتفي مباشر جرى اليوم بين وزيري الخارجية سيرجي لافروف وأنتوني بلينكين، جدد فيه الأخير موقف بلاده الثابت إزاء سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا. مكالمة واشنطن الهاتفية لموسكو سبقت زيارة بلينكين الرسمية المرتقبة لبرلين هذه الأيام لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول الأزمة الأوكرانية دائماً. ألمانيا من جانبها تدخل اليوم على خط تخفيف التوتر، فبعد تجديد برلين دعمها المطلق لكييف، تقود اليوم وزيرة خارجيتها مباحثات في موسكو ركزت على نقاش مقترحات الضمانات الأمنية والخطوات الرامية لمواصلة حل الأزمة الأوكرانية. مسعى تراه برلين أنه من الضروري أن يستمر ولو بأشكال أخرى. الضمانات الأمنية مع الدول الأعضاء في حلف الناتو تقضي بمنع القوى الغربية من التوسع على الحدود الروسية وعدم نشر قوات في الجمهوريات السوفيتية السابقة، وكذا التمتع بحق النقض لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ دعا بدوره روسيا وحلفاء الناتو لإجراء مزيد من النقاشات والحوار والتريث بشأن الملف الأوكراني مع تكثيف كامل للمساعي والجهود الدبلوماسية لإيجاد مخرج يبدد مخاوف أطراف الأزمة
التي تنذر شكوكها ببوادر حرب قد يشارك فيها الجميع يوما إذا لم تحل. ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي أندري أونتيكوف، مرحبا بكم سيدي. أهلا بكم. أهلا وسهلا. اليوم هناك دعوة مباشرة من الناتو لموسكو لعقد محادثات جديدة، هل موسكو مهتمة بهذه المبادرة؟ نعم صحيح، روسيا متماسكة بفكرة الحوار، ولكن يجب أن نعلم ما هي الأهداف لهذا الحوار. إذا ناتو من جديد يريد أن يواجه التهديدات والاتهامات تجاه روسيا فلن تكون معنا لهذا الحوار، وإذا أراد ناتو لنقاش المقترحات الروسية وطلبات الروسية حول الضمانات الأمنية في أوروبا فأهلا وسهلا، روسيا مستعدة لذلك. على كل حال يعني قبل حتى هذا الحوار روسيا بانتظار الرد المكتوب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على طلباتها. فعلى كل حال لما يبدو النقطة الإيجابية هي أن أفكار حول ضرورة إجراء المشاورات مع الجانب الروسي هي النقطة الإيجابية، ويعطي لنا أمال بأن قد نتواصل إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي ومع الناتو. نعم، كسؤال آخر، كيف تفسر موسكو التحركات الألمانية الأخيرة؟ هل نتحدث عن وساطة ألمانية؟ لا، أنا لا أعتقد بأن يمكن أن نتحدث عن الوساطة الألمانية. يعني هناك عدة المشاورات هذه الأيام، روسيا مع ألمانيا، كذلك روسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، قريبا سيكون هناك زيارة لبلينكن أو محادثات ما بين بلينكن وأوكرانيا، بلينكن وألمانيا. أي نحن نرى أن هناك سلسلة المشاورات، سلسلة المحادثات والاتصالات تأتي، وعلى ما يبدو كما ذكرت سابقا قد ينتج شيئا من هذه المشاورات. على كل حال باب الحوار غير المغلق لحد الآن، ولحد الآن لدينا الأمال بأن في نهاية المطاف نحن قد نتواصل إلى تفاهمات على الأقل في بعض النقاط. فيه أيضا مبادرة من الرئيس الأوكراني لعقد لقاء ثلاثي يجمعه ببايدن من جهة وبوتين. أنا لا أعتقد بأن روسيا تهتم بهذه المبادرة. نعم. يعني بصراحة ما تقوم به أوكرانيا هي محاولة لتحويل روسيا من طرف الوسيط في الأزمة الأوكرانية إلى طرف المشارك، فروسيا لا تريد ذلك. يعني ليس سرا ولا ننسى أن ما يحصل حاليا في أوكرانيا هو ليس صراع ما بين كييف وموسكو، بل هو الأزمة الداخلية، أي صراع ما بين السلطات المركزية في كييف ومنطقة دنباس شرق البلاد. أما بالنسبة لروسيا فهي تلعب دورا وسيطا، ونحن خلال هذه السنوات الأخيرة نشاهد محاولات لتحويل هذا الدور الروسي لدور المشارك في الأزمة الأوكرانية، فبطبيعة روسيا تعارض ذلك وترفض مثل هذه المقترحات لرئيس زيلينسكي. وروسيا قالت أكثر من مرة بأنها مستعدة، أو رئيسها الروسي حتى أشار بأنه مستعد للقاء زيلينسكي، ولكن فقط من أجل الحديث عن العلاقات الثنائية ليس عن الأزمة الأوكرانية. واضح جدا، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي سيد أندري أونتيكوف، كنت معنا مباشرة من موسكو، شكرا على كل هذه التفاصيل. انتخب البرلمان الأوروبي المالطي المحافظة روبرتا ميتسولا رئيسة له بالأغلبية المطلقة خلف الديمقراطي الإيطالي ديفيد ساسولي الذي توفي الأسبوع الماضي. وتعد ميتسولا أصغر رئيس للهيئة التشريعية الأوروبية وثالث امرأة تترأس البرلمان الأوروبي بعد الفرنسيتين سيمون فاي ونيكول فونتين. وتنتمي ميتسولا صاحبة 43 ربيعا إلى تكتل حزب الشعب الأوروبي المنتمي ليمين الوسط. مشاهدينا الكرام، إلى أخبار الاقتصاد.
أخبار الاقتصاد مع أسماء ضيف. مساء الخير أسماء. مساء الخير عبد الغفور، أهلا بكم مشاهدينا إلى حصاد الاقتصاد. في المستهل وسعت أسعار النفط مكاسبها الثلاثاء مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من 7 سنوات في ظل مخاوف من اضطرابات محتملة للإمدادات نتيجة تأجج التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي تسليم مارس بأكثر من 1% ليصل إلى 87.59 دولارا للبرميل مسجلا أعلى مستوى له منذ نهاية أكتوبر 2014. زاد خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي تسليم فيفريي ب 1.5% ليصل إلى 85.44 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه إلى 86 دولارا في وقت سابق. أنهى سعر الخام الجزائري المعروف بصحاري بلاند العام 2021 بتحقيق مكاسب سنوية قياسية قربت 60% بالمقارنة مع 2020. وظهر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك الخاص بشهر جانفيي ارتفاع معدل سعر الخام الجزائري من 42.12 دولارا في 2020 إلى 70.89 دولارا للبرميل العام المنتهي بزيادة تجاوزت 59% مقارنة بين الفترتين. مكاسب قياسية حد منها تراجع معدل سعر بيع النفط الجزائري خلال الشهر الأخير من العام الماضي إلى 75.50 دولارا للبرميل مقابل 81.97 دولارا للبرميل في نوفمبر المنصرم بانخفاض 6.47% مقارنة بين الشهرين. بشأن طقوي آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن توريد الغاز الجزائري إلى بلاده يتم بشكل مضمون بالكامل. رئيس الدبلوماسية الإسبانية في حوار مطول مع صحيفة الدياريو الإسبانية أكد أن المخاوف بشأن تأثر الإمدادات إثر وقف الجزائر تصدير الغاز إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية غير مبررة كون الجزائر ملتزمة بتوريد بلاده بشحنات الغاز المتفق عليها. كشفت الجزائر عن عزمها طرح الهيدروجين الأخضر في الأسواق الدولية بأسعار وصفتها بالتنافسية، وذكر وزير الانتقال الطاقوي الجزائري بن عطو زيان أن بلاده تدرس تحويل ربع قدرات خطوط أنابيب نقل الغاز نحو أوروبا لتصدير الوقود النظيف. في ذروة سباق عالمي واستعدادا لثورة الوقود النظيف، الجزائر ترفع من سقف طموحاتها في سبيل تبوؤ الريادة في معركة التحول الطاقوي بالكشف عن نيتها طرح الهيدروجين بأسعار تنافسية. تصدير الهيدروجين عبر قنوات الغاز الطبيعي وارد، بإمكاننا تخفيض صادراتنا من الغاز الطبيعي إلى أوروبا وتعويضها بالهيدروجين الأخضر. يمكن إدماج نسبة 25% من الهيدروجين وفق مخرجات دراسة جزائرية ألمانية، ولكن ما هو آمن في حدود 10% مع مراعاة الخصائص الكيميائية والفيزيائية للهيدروجين. مسعى طموح يستند وفق تأكيدات الحكومة الجزائرية على مقومات البلاد ومؤهلاتها في البنى التحتية لإنتاج هذا الوقود وتصديره عبر شبكة خطوط الأنابيب الناقلة للغاز نحو أوروبا. دراسة لوكالة الطاقة الدولية تتوقع أن تؤدي الجزائر دورا مهما في الإنتاج وتصدير هذا المورد الطاقوي استنادا للمقومات الكبيرة لبلادنا في الطاقة النظيفة، إلى جانب الخبرة التي تتمتع بها في إنتاج الغاز الطبيعي وتسويقه، عوامل تسمح لنا بطرح الهيدروجين بأسعار جد تنافسية. خطة استراتيجية ينتظر أن تتجسد بشراكة دولية بإطلاق تعاون استراتيجي بين سوناطراك وإين الإيطالية بالتوازي مع رسم شراكة أخرى مع ألمانيا العازمة على تحقيق أهداف الحياد الكربوني في آفاق 2050.
دعا وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب الشركات البريطانية لتوسيع حضورها في قطاع المحروقات في بلادها على ضوء تبني مقاربة جديدة لتأطير الاستثمارات النفطية والغازية. أرقاب وفي تصريحات أدلى بها عقب استقباله للمبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الاقتصادية والتجارية اللورد ريتشارد ريسبي استعرض الخطوات المتخذة من طرف الجزائر لزيادة جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. اليوم مع معالي اللورد ريسبي عدة مواضيع خاصة المحروقات، وتطرقنا للقانون الجديد للمحروقات وسبل التعاون مع الشركات البريطانية في هذا المجال، وخاصة الامتيازات الكثيرة في إطار القانون الجديد للمحروقات وسبل تطوير كل مجالات من المنبع إلى غاية عمليات البتروكيماويات. طرقنا كذلك لعدة مواضيع تهم الشركات كذلك الجزائرية والبريطانية في هذا المجال، خاصة في تطوير المواد الأولية، والجزائر تزخر بموارد كبيرة وكثيرة وثمينة في المناجم، وكذلك تبحثنا على سبل تطوير هذا المجال من خلال كذلك التقنيات الجديدة والحديثة المتمكنة منها الشركات البريطانية، وكذلك في إطار التكوين في إطار التكنولوجيات الجديدة، وكذلك استعمال التكنولوجيات في الاستخراج المناجم. الجزائر تزودنا بالغاز منذ 55 عاما، نريد أن نشارك مع الجزائر في استغلال المواد المنجمية التي تزخر بها. لدينا تعاون جد مع الجزائر ونريد أن نطوره رغم العامين الصعبين من جراء الجائحة. نتفائل بعهد جديد لتطوير علاقاتنا مع الجزائر، وسنعمل سويا لفعل ذلك. موضوع آخر، يهدد شح الإمدادات من النحاس في الأسواق العالمية بكبح نمو صناعة الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية كونه عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف التحول الأخضر، وتتوقع البنوك الاستثمارية أن يسجل العالم عجزاً في الطلب على المعدن اعتباراً من العام المقبل بالتزامن مع بلوغ أسعاره أعلى مستوى لها على الإطلاق السنة الماضية. التحول الأخضر في مواجهة عقبة أخرى بفعل شح إمدادات النحاس في الأسواق العالمية. المعدن الذي يشكل عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، فتأخر الاستثمارات في تعدين النحاس قد يعيق مواكبة الطلب المتزايد في صناعة الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية التي تمثل نحو خمس الاستهلاك العالمي. استمرار تحول الطاقة بوتيرة متسارعة وزياد اعتماد المركبات الكهربائية في الدول المكتظة بسكان مثل الصين والهند يستدعي صناعة تعدين نحاس أوسع واستثمارات ضخمة لمواكبة الطلب. محدودية الاستثمارات الحالية تعيق إمدادات النحاس. وترسم آفاق الاستثمار في النحاس صورة قاتمة للمعروض المستقبلي، ما يشير إلى احتمال تسجيل عجز في الإمدادات اعتباراً من العام المقبل، عجز من المتوقع أن يتفاقم لأكثر من 6 ملايين طن آفاق 2030، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على النحاس بنسبة 16% سنوياً ليصل إلى 25.5 مليون طن سنوياً آفاق 2030، في حين لن تتجاوز الإمدادات مستوى 20 مليون طن بنهاية العقد الجاري بانخفاض 12% مقارنة بمستويات السنة الماضية.
ودفعت صناعة الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية المتنامية بأسعار النحاس للارتفاع بنسبة 70% منذ بداية جائحة كورونا، إذ ساهم انتشار الفيروس في حدوث اضطرابات بين سلاسل التوريد التي جعلت المعدن يدخل عام 2022 عند أعلى مستوياته على الإطلاق. ويواجه الاستثمار في النحاس تحديات كبيرة في وقت أمرت فيه البيرو أكبر مصدر النحاس في العالم بإغلاق العديد من المناجم في نوفمبر الماضي، من بينها منجم لاس بامباس للنحاس الذي ينتج 400,000 طن سنويا، ما يمثل 2% من إمدادات النحاس العالمية. جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التزامه باستعادة ما اسمه الثقة بالليرة التركية التي تراجعت إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية. أردوغان في تصريحات أدلى بها لدى عودته من زيارة جمهورية ألبانيا توقع أن تنخفض أسعار الفائدة والصرف تدريجيا خلال السنة الجارية، متعهدا بتكثيف جهود ضمان استمرار الاستقرار في تداولات الليرة التركية. الـ2020 سيكون عاما براقا لاقتصادنا، سنشهد انخفاض الفائدة وأسعار الصرف تدريجيا. يسعدنا انخفاض تقلبات أسعار الصرف واستمرار الاستقرار. سنواصل جهودنا حيال زيادة الاهتمام بهذا الأمر وبالليرة التركية. رئيس تركيا تمسك بخطة بلاده للتنقيب عن المحروقات في البحرين الأسود والمتوسط بإعلانه عن تضخيم الأسطول البحرية التركي بست سفن جديدة مواجهة لاستكشاف النفط والغاز الطبيعي. اشترينا 4 سفن تنقيب واثنتين للأبحاث الزلزالية للعمل في البحرين الأسود والمتوسط، عازمون على مواصلة الدفاع عن المصالح الاقتصادية التركية وضمان الاستقلال الطاقوي لبلادنا. لو مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام الحصاد الاقتصادي، عودة إليك عبد الغفور. شكرا أسماء. مشاهدينا من أخبار الاقتصاد إلى أخبار الرياضة. خالد معزوزي وأخبار الرياضة. مساء الخير زميل. مساء النور عبد الغفور. مشاهدينا الأفاضل أهلا بكم في نشرة الحصاد الرياضي. بداية تأهل المنتخب السنغالي للدور الثاني من كأس أمم إفريقيا في صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، رغم اكتفائه بالتعادل السلبي أمام نظيره الملاوي الذي يبقى مصيره معلقا إلى غاية نهاية مباريات الدور الأول. وتأهل المنتخب الغيني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط رغم خسارته أمام زيمبابوي بهدفين لهدف واحد. وتتواصل منافسات الدور الأول لكأس أمم إفريقيا يوم غد بإجراء المباراتين الأخيرتين من المجموعة الرابعة، حيث يلاقي المنتخب المصري نظيره السوداني بهدف الفوز وترسيم التأهل، فيما تسعى نيجيريا لتعزيز مركزها الأول حين تلاقي غينيا بيساو. ونبقى مع أخبار الكان، حيث يعيش المنتخب الجزائري وضعية صعبة عشية مباراة كوت ديفوار الحاسمة بعد مشوار حافل وأرقام قياسية بقيادة المدرب جمال بلماضي الذي سجل نتائج تجعله علامة فارقة في تاريخ الكرة الجزائرية. عندما يحترمك التاريخ وترفعك الأرقام تكون مظلة التتويجات عنوانا لإسمك. أحسن مدرب في القارة الأفريقية لسنة 2019 جمال بلماضي. يخضع لك مجتمع الجلد المنفوخ احتراما وتقديرا لكل خطوة خطيتها لنقش اسمك في سجلات تاريخ بلد، لا بل في سجلات القارة السمراء برمتها. البداية كانت في خريف 2018 حين لجأ الاتحاد الجزائري للاستنجاد بالابن البار جمال بلماضي، الذي حقق نجاحا لم يكن يتوقعه أشد المتفائلين سوى بالماضي نفسه، فتحدى الجميع
قولوا ما شئتم، قولوا بأنني مجنون، وتجسد جنون ابن مدينة مستغانم على أرض الواقع في سهرة 19 جويليا عام 2019 بملعب القاهرة الدولي، رافعاً الكأس الإفريقية في يوم كان مقداره آلاف الأماني من شعب يتنفس كرة القدم. فتحقق الحلم بعد مرض عضال أصاب الكرة الجزائرية لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن، حتى أتى جمال بجمال الأخبار لشعب قلده وسام الاحترام والتقدير. لم يتوقف الحلم يوما ولم تتوقف معه النتائج، الأخبار السعيدة تتوالى مع كل لقاء يخوضه ثعالب الصحراء. فكانت النتيجة تحطيم الأرقام الإفريقية وإزاحة أباطرة اللعبة ب35 مباراة دون هزيمة، ليقارع الكبار قبل أن يتوقف حلم تحطيم رقم إيطاليا بانهزام لم يكن في الحسبان أمام منتخب غينيا الاستوائية في كان الكاميرون، الذي لم يسع طموح المحاربين ليصطدموا بواقع إفريقيا الحالك. جمال لم يلعن الظلام يوما، بل أشعل آلاف الشموع لذلك على أمل تواصل الحلم بداية من اللقاء القادم وتحسبا للمنافسات المقبلة. إذا مشاهدينا، وللحديث أكثر عن أخبار المنتخب الجزائري المشارك في كأس أمم إفريقيا يلتحق بنا مباشرة من دوالا الكاميرونية موفد قناة الجزائر الدولية كريم بالعربي. مساء الخير أكيد كريم، لديك الجديد بخصوص آخر أخبار المنتخب المقبل على مباراة صعبة وصعبة جدا أمام كوت ديفوار. أهلا بك خالد وبكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية. إذن الجديد هو نتائج فحوصات PCR للمنتخب الجزائري، حيث جاءت كلها سلبية والحمد لله بالنسبة للاعبين والطاقم الفني للخضر، جاءت كلها سلبية، علما أن المنتخب الجزائري أو البعثة الجزائرية قامت بإجراء التحاليل بداية من الساعة الثانية، وهذا تماشيا مع قوانين الاتحاد الإفريقي التي تلزم المنتخبات على إجراء هذه الفحوصات قبل 48 ساعة عن مبارياتها. والمباراة هنا الحديث عن مباراة كوت ديفوار. المنتخب الجزائري أجرى حصة تدريبية اليوم بالملعب الملحق لملعب جابوما بداية من الساعة الرابعة، شارك فيها كل عناصر المنتخب الجزائري ما عدا جمال بالعمري الذي بقي للعلاج، وكذا آدم الناس نجم نابولي الذي كان يتدرب لوحده، لهذا هذا ما جاء في الحصة التدريبية لنهار اليوم في انتظار. نعم خالد. كريم، مادام تحدثت عن تعداد المنتخب الجزائري الذي سيخوض مباراة كوت ديفوار، هل هناك أخبار ربما عن التشكيلة أو تغييرات ربما سيقوم بها جمال بالماضي في مباراة كوت ديفوار، خاصة بعد التعثر في المباراتين المباراتين، هل هناك أخبار حول التغييرات المرتقبة أمام كوت ديفوار؟ الأخبار صراحة ليس لدينا أخبار بخصوص التشكيلة التي سيدخل بها جمال بالماضي، ربما هو الوحيد الذي يعرف التشكيلة التي سيدخل بها مباراة كوت ديفوار، لكن الأكيد أنه جمال بالماضي سيقوم ببعض التغييرات في المباراة الأخيرة. ربما هناك جمال بالعمري الذي سيغيب ربما بنسبة كبيرة عن المنتخب الوطني، ربما تغييرات في الهجوم في وسط الميدان، لكن ربما لاعب أو اثنين فقط أو حتى ثلاث لاعبين، لكن لن تمس التشكيلة كاملة لأن المباراة كما تعلم هي حاسمة للمنتخب الجزائري، خاصة مع نتائج المنتخبات في المجموعة الأولى والثانية ووصول منتخبي جزر الرأس الأخضر لأربع نقاط، وكذا ملاوي لنهار اليوم وصولها للنقطة الرابعة، وهذا ما زاد من صعوبة أمر التأهل للمنتخب الجزائري، وبالتالي فإن الخضر مطالبون بالفوز أمام كوت ديفوار لترسيم تأهلهم للدور المقبل، لكن بنتيجة هدفين للصفر أمام كوت ديفوار بدون انتظار نتائج مباراة الثانية بين غينيا وسيراليون، فيما نتيجة 1-0 وتعادل منتخبي غينيا وسيراليون ستدخل المنتخب الجزائري في حسابات هو في غنى عنها لا نتمنى للمنتخب الجزائري، لهذا
نتمنى فوز المنتخب الجزائري بأكثر من هدفين وتحقيق للتأهل للدورة الثمن النهائي بصفة رسمية. وهو ما نتمناه كريم بالعربي. إذن موفد قناة الجزائر الدولية في دوالا الكاميرونية، كنت معنا على المباشر، شكرا جزيلا لك. شكرا خالد. إذن وفي سياق متصل، فند رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة كل الأخبار المتداولة بخصوص جلب راق لمساعدة التشكيلة الوطنية من الجانب المعنوية، مشيرا إلى أن المنتخب يملك القدرات لتحقيق الفوز في مباراة كوت ديفوار. احنا ما عيطنا حتى الواحد، ما عيطنا حتى الراقي، احنا معولين على ذرعنا كما يقولوا، معولين على ممنين بقدراتنا، ممنين يعني بمشيئة الله، نعرفوا واش لازم واش المطلوب منا. وبالتالي هذا الكلام هذا انه ناس اتصلوا، وكاين محاولات يعني باش ما نكذبش عليك، كاين محاولات كثير من الناس يتصلوا، وكثير من الناس يديروا في يعني يحاولوا بكل جهدهم انه لعل لمساعدة الفريق الوطني في رايهم، لكن بالنسبة لنا هذه ماشي طرق اللي نعمل بها. احنا نعمل وندير كل شيء باش نفوز ان شاء الله، ومش هذه الطرق اللي نعمل بها، يعني نعاودها مره اخرى. عمارة تطرق ايضا الى قضيه ملعب جابوما الذي اعاق كثيرا التشكيله الوطنيه، مؤكدا ان الانفاف راسلت اللجنه المنظمه كتابيا بخصوص امكانيه تغيير الملعب في مباراه الجوله الثالثه. فريق الاستكشاف تاعنا يعني ما عطاناش رابور نيجاتيف على الملعب. فريق الاستكشاف الاول اللي جا لجابوما في يوم القرعه، يعني في من غدوه من القرعه تنقل مدير عام الفريق وتنقل معاه واحد من الطاقم، تنقل شافوا الملعب، شافوا الامكانيات في دوالا وكل شيء، ويعني ما كان حتى حاجه. لكن ثاني ماهوش ملعب اللي نقدر نقول باللا نورم اللي كنا نستناو فيها، يعني بالمقاييس يعني اللي لازم تكون عليها، خاصه اننا في منافسه دوليه كاف، المفروض انه الملعب يكون احسن من هكذا، لانه الملعب هذا بحسب الاخصائيين يقول لك هذا الملعب ماهوش بارفي، ماهوش كامل لكن يلعب. هذا واش يقولوا هما. احنا على كل حال تغاضينا على كل ذلك وعملنا طلب الكتابي للكاف، لجنة المنظمه، نستناو الرد، وما حتى ما نستبقش الاحداث، نستناو الرد ونشوفوا واش راح يكون. وفي ختام حديثه مع موفد قناة الجزائر الدولية قال شرف الدين عمارة إن التشكيلة الوطنية تتواجد في حالة معنوية جيدة، والكل مستعد لمباراة كوت ديفوار التي ستكون حاسمة للعبور إلى الدور المقبل من منافسة كأس أمم إفريقيا. نطمن الشعب الجزائري أنه نفسيا كل اللاعبين راهم ملاح، الطاقم الفني كاين ثقة كبيرة في يعني في التأهل وبذل كل ما في وسعنا. مازلنا واقفين معناها انه مازال راح نقاتل الى اخر رمق فينا، يعني ماذا هي الاسماء. الهدف قلنا انه اليوم، قلت انا مره واثنين وثلاثه، قلت انه مصيرنا مازال بايدينا، وبالتالي هذا المقابله راح ان شاء الله المقابله الفاصله راح تكون كانها نهائي بالنسبه لنا، كانها مقابله يعني راح نلعبها بكل ما لنا من قوه ان شاء الله ونتاهل ان شاء الله. مشاهدينا، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الحصاد الرياضي. عبد الغفور عبد ذلك. شكرا خالد. في خبر آخر، أكدت منظمة الصحة العالمية أن أعراض أوميكرون أقل خطورة من دلتا، غير أن هذا لا يعني تصنيف هذه الأعراض في خانة الخفيفة، فيما يرى خبراء علم الفيروسات أن المتحور أوميكرون شديد العدوى ويختلف اختلافا كبيرا عن السلالات السابقة، ما يوحي بأعراض أخرى لهذا المتحور.
ختاما، قالت وزارة الخارجية العراقية الثلاثاء إن الولايات المتحدة الأمريكية ستسلمها قطعتين أثريتين نادرتين تعودان إلى حضارة الوركاء التي ظهرت قبل أكثر من 4000 عام قبل الميلاد. من لوس أنجلوس وبالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني الأمريكي للتحقيقات، تعلن بغداد عن قرب إعادة قطعتين أثريتين نادرتين تعودان إلى أكثر من 4000 عام. الخارجية العراقية أوضحت في بيان لها أن القطعتين الأثريتين النادرة في العالم عبارة عن لوح مسماري يعود إلى حضارة الوركة، والثانية هي جزء من منشور مسماري نادر يعود إلى مدينة بابل القديمة. وعرفت بلاد الرافدين بتداول وازدهار عدة حضارات عليها، منها حضارة الوركاء نسبة إلى أوروك، وهي المدينة السومرية الأثرية تقع على بعد 15 كيلومتر شمال السماوة في العراق، فيها اخترعت الكتابة، ومن هذه المدينة ظهر الحرف الأول في العالم، وذلك في حدود 3000 قبل الميلاد. كما اعتبرت الوركاء المدينة الأثرية التاريخية للحضارة السماوية والبابلية. القطعتان الأثريتان يتم تسليمهما وفق مراسيم للقنصلية العراقية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بعد غد الخميس، وتهدف في مضمونها إلى الحد من التجارة الغير مشروعة للآثار العراقية. بقي أن نذكر بأبرز ما جاء في نشرتنا. بعد التحقيقات، الإمارات تدعو لاجتماع مجلس الأمن، والتحالف العربي يشن عمليات نوعية ضد معاقل جماعة أنصار الله. شخصيات تونسية جديدة أمام القضاء، والسلطات تمدد حالة الطوارئ في البلاد. الناتو يدعو روسيا لمحادثات جديدة، ومساع ألمانية لتهدئة التوتر حيال الأزمة الأوكرانية. أسعار النفط تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات، وهجوم الحوثيين على أبوظبي يعمق المخاوف من شح الإمدادات. وتابعتم أيضا في نشرتنا: العراق يستعيد قطعا أثرية نادرة تعود إلى 4000 عام. في الختام، شكرا على المتابعة، في أمان الله.